نتابع ذلك ومواضيع أخرى مع السيدة لينا قنوع محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب. أهلا وسهلا بك لينا، ودعينا نتحدث عن ما انتهى إليه جيروم باول رئيس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي الذي ثبت معدلات الفائدة وذكر بأن تخفيض معدلات الفائدة لن يجدي نفعا في تدهور الاقتصاد، ورغم تحذيراته من أن انكماش غير مسبوق سيحدث في الربع الثاني، لكنهم سيكونوا عن كسب وعن قرب لينا. يعني ما هي الأدوات التي يمتلكها الاحتياطي الفيدرالي في هذا الخصوص؟ أهلا بك. بالتالي الأدوات المتاحة أمام الفيدرالي الأمريكي الآن، يعني رغم إبقاء معدلات الفائدة الصفرية، تحدث عن كل ما يتعلق يعني لم يتطرق بشكل كبير عن الإجراءات التحفيزية، 9 برامج تحفيزية، لكن تحدث عن مخاطر كبيرة، تحدث عن جائحة الكورونا ستشكل خطر على المدى المتوسط، ستدخل كاهل التوقعات على المدى القريب، وتحدث الفيدرالي انه كل الاجراءات التحفيزيه على الشركات الصغيره يعني تحتاج المزيد من الاجراءات، هناك كاهل وثقل على النشاط الاقتصادي وربما يتدهور اكثر من ذلك، يعني ربما لم نشاهده منذ الكساد العظيم. بالتالي ربما يجب ليس فقط على الفيدرالي الامريكي ان يقوم بالدعم، لان ذكر خلال اجتماعه بأن يجب الدعم من الجميع، بالتالي يجب توجه الحكومة أيضا لمزيد من الإجراءات التحفيزية، بالتالي مراقبة الأوضاع عن كثب. نحن نتحدث عن نتائج سلبية، نتحدث عن أرقام في الناتج المحلي الإجمالي بالربع الأول، توقعات أسوأ بانكماش في الربع الثاني ب30%، نتحدث عن أرقام وأعداد العاطلين التي ترتفع 26 مليون وظيفة فقط، كل الوظائف ومحى كل الوظائف التي كانت منذ عام 2010. بالتالي هناك صورة قاتمة حول الاقتصاد الأمريكي، يجب تضافر سواء من الحكومة أو من الشركات لتقليص من التداعيات، مع التوقعات بارتفاع نسب البطالة ب 16%. ربما نسمع المزيد من الإجراءات لدعم عدد من الشركات وأيضا الجمعيات التي لم يتم مساعدتها إلى الآن، ربما يحصل بعض الإجراءات التحفيزية الأخرى من قبل الحكومة الأمريكية، يعني حتى لو سيتم رفع أسعار الفائدة بعد ذلك يحتاج إلى أن يكون يعني ارتفاع في معدل التوظيف، وأيضا مستويات التضخم تعود إلى ما كانت عليه. نعم. إذن دعينا ننتقل من الاحتياط الفيدرالي الأمريكي للبنك المركزي الأوروبي، تتجه إليه الأنظار من جديد اليوم كريستينا لاغارد هذه المرة في القيادة، ودعينا أيضا نستبق ذلك، ما الذي من الممكن أن يتمخض عنه هذا الاجتماع تجاه هذه الجائحة؟ نعم. طيب، بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، يعني استنفذ كل الذخيرة والأدوات المتاحة لديه سواء من أسعار الفائدة وأيضا من حيث الإجراءات التحفيزية التي قام بتقديمها. لا أستبعد أنه يعني سيكون هناك تثبيت لأسعار الفائدة، لكن بالنسبة لفائدة الإيداع والإقراض يعني غير من الممكن، ولكن ليس بشكل قاطع، بالتالي ربما يحصل ذلك فقط إذا رأى البنك المركزي الأوروبي ربما هذا يعني سيدعم الاقتصاد وسيضخ سيولة في الاقتصاد، لكن ربما سنشهد المزيد من شراء السندات طبعا 750 مليار، سوف يتم إضافة ربما 50 مليون يورو ليصبح 1.2 تريليون يورو. بالتالي لكن نعتقد أنه هل كافي في فعلا في ظل جائحة الكورونا وأيضا عدم التنسيق والتعاون بين دول منطقة الاتحاد الأوروبي؟ نحن يعني أيضا خلافات وانقسامات بين دول منطقة اليورو، بين دول الشمال ودول الجنوب، نتحدث عن يعني مديونيات في بعض الدول مثل اليونان وإسبانيا ربما ترتفع المديونية والعجز، وخاصة فيتش يعني خفض التصنيف الائتماني لتريبل بي، فهناك يعني
بالفعل أزمة حقيقية في دول منطقة اليورو تحتاج إلى مزيد من الاستقرار المالي أكثر من يعني سوف تنزلق، لأنها في ركود دول منطقة اليورو فعلا ستشهد ركود اقتصادي عميق، يعني نتيجة أيضا الخلافات التي تتحدث عنها حول صندوق الإنقاذ. إلى الآن لم يتم كيفية التعامل مع هذا الصندوق، كيف سيتم تمويل هذا الصندوق؟ هل من طريق سندات أو من طريق منح أو من طريق أدوات الدين المشترك التي تعتبر الخط الأحمر؟ بالتالي نتيجة عدم التعاون والتنسيق والخلافات والأزمة المالية التي تمر بها دول منطقة اليورو بالتالي غير كافية للخروج من الأزمة، يحتاج بالفعل البنك المركزي الأوروبي لخطوات لدعم الاستقرار المالي. دعينا ننتقل إلى النفط والذي يشهد ارتفاعات متتالية ومتواصلة. هل البيانات المخزونات الأمريكية والتي منحت النفط بعض الدفع الإيجابي هي كل شيء؟ لأن لاحظنا ربما أن التوقعات في المخزونات جاءت دون التوقعات، يعني ما يدل على أن المستهلك الأمريكي بدأ يعود للنفط. نعم، بالنسبة لأسعار النفط، يعني اليوم عم نشوف في ارتفاعات ما زالت على أسعار النفط. كما ذكرت أنه مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية جاءت أقل من التوقعات، وأيضا لا ننسى أنه سريان اتفاق خفض الإنتاج لأوبك بلس سوف يبدأ تطبيقه يعني خلال أيام معدودة، وهناك يعني عدة دول أيضا النرويج سوف تقوم بتخفيض إنتاجها، بالتالي لا نستطيع أن نحكم عن أن أسعار النفط هذا الارتفاع الذي نشهده هو ارتفاع سوف يطول، بالتالي هذا ربما هذه الارتفاعات مؤقتة، يجب أن نراقب عن كثب. هل الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة الخفض الإجباري عن انخفاض أسعار النفط سوف تقوم بخفض إنتاجها، أيضا ترقب من إنتاج أوبيك بلس هل سيتم التطبيق الفعلي هذا الخفض ويتم مقارنته ب انخفاض الطلب العالمي؟ بالتالي لو حصل فعلا التوقعات كما أشارت من قبل أنه الطلب العالمي سيكون 30 مليون برميل، لا أتوقع أن تكون هذه الارتفاعات في أسعار النفط إلا إذا تم فعلا تخفيض الإنتاج بالكامل من جميع دول منظمة أوبك بلس وخارج أوبك بلس، حتى نقول ربما يعني ربما عودة الارتفاع لأسعار النفط، وأيضا انحسار فيروس كورونا يعني مع فتح الاقتصاد بشكل جزئي، ولو كان عودة الانتشار بشكل سريع للولايات الانتشار المرض مرة أخرى سيكون أكثر شدة طيب من الفيروس، وبالتالي ربما نعود من أول يعني الأزمة سوف تعود من جديد، لكن مع فتح الاقتصاد التدريجي عودة إلى الخفض ربما نرى بعض الارتفاعات. نحن نشكرك سيدة لينا قنوع محللة الأسواق المالية في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.